مصر عمره ما كان جيش معتدي ولا جيش غازي لأراضي غيره مهما كانت قوته. هو الجيش ده بس عشان يحمي مصر والمصريين. تحياتي لكم مشاهدينا وإليكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصحافة اليوم. نطالع في هذه الحلقة أهم وأبرز الأخبار التي تصدرت جريدة روزا اليوسف. معي في الاستوديو للتعليق على هذه الأخبار وتناولها بالعرض والتحليل الكاتب الصحفي بالجريدة الأستاذ هاني النحاس. أهلا وسهلا بك معنا اليوم. أهلا يا فندم. أهلا بك. مباشرة مشاهدينا نبدأ هذه الجولة الصحفية من الصفحة الثالثة. نطالع محاولات إرهابية أو محاولات الإرهابية اليائسة تفشل في تعكير صفو المصريين في ذكرى يناير والأمن ينجح في السيطرة على الميادين. يعني كيف رصدت جريدة روزا اليوسف المشهد السياسي وأيضا الأمني بمحافظات مصر في الذكرى الخامسة لثورة يناير؟ بداية خلينا نتكلم على مفردات المشهد المصري في ذكرى الثورة، ثورة 25 يناير الذكرى الخامسة. طبعا احنا شايفين او شفنا في الذكرى الخامسة استنفار امني من وزارة الداخلية، قوات الانتشار السريع. شفنا خطة لوزارة الداخلية، خطة موضوعة اعتقد ان هي كانت واضحة جدا ان اي حد هينزل يحاول يخرب او يعتدي على مؤسسات الدولة او الخروج عن الشرعية سوف يقابل بكل حزم وكل حزم. كان في رسالة اعتقد للناس، بعض الناس المحرضين او اللي عاوزين ينزلوا في المظاهرات، يعني مفادها من لزم بيته فهو امن. انا شايف الحمد لله الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير عدت على خير. اعتقد برضو يعني خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجهه بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير كان خطاب موفق جدا. يعني اذا كان في بعض الناس زعلانين من اسر شهداء الثورة، الرئيس اعتقد ان هو جبر بخاطرهم واكد بشكل قاطع بان 25 يناير هي ثورة شعبية، ولكن قد تكون انحرفت عن مسارها فجاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار. اعتقد يعني خطاب الرئيس حتى لما ترحم على الشهداء وقال ان هم قدموا عمل جليل للوطن، اعتقد دي كانت حاجات نقاط مهمة جدا. يعني انا شايف الحمد لله حكاية ان الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير تخرج بهذا الشكل، انا شايف ان دي حاجة كويسة. الناس احتفلت بذكرى الثورة واحتفلت بعيد الشرطة طبعا، وبنقول لكل الضباط مصر والافراد والعساكر كل سنة وهم طيبين. بس خلينا نعرف ونقول ان بداية لا يمكن ان تتحول الثورة الى مؤامرة. النقاط بقى المستفادة في الذكرى الخامسة حسب ما أكد الرئيس وحسب ما أعتقد رأي معظم الشعب المصري. خلينا نتكلم على إن البعض بدأ يتأكد بأن الرصاص هو التعبير الحقيقي عن منتهى الضعف وليس منتهى القوة. ولكن كل اللي أنا بتمناه الاستنفار الأمني اللي حصل النهاردة في جمهورية مصر العربية بشكل كامل، أنا أتمنى إن هو يستمر. لو استمر بهذا المنهج وهذا المنوال، أنا أعتقد إن إحنا بعد 3-4 شهور مش هنشوف أي إرهابي بيفجر أي مكان في القاهرة أو الجيزة. أعتقد إن إحنا هنقدر بالشكل ده نقضي عليهم. ما يكونش مجرد استنفار أمني في 25 يناير وبس، لا، أنا عاوز الخطة دي أشوفها على طول، أشوف ضباط وعساكر واقفين طول الوقت في حالة استنفار بجد، مش موضوع ان هم واقفين وبس، لا، استنفار واخدين بالهم ان هم واقفين على جبهة القتال، مش واقفين مجرد في اشارة مرور او على محور مهم من محاور القاهرة او الجيزة. لو احنا خدنا فعلا الخطة دي مأخذ الجد، اعتقد ان احنا هنقضي على الارهاب في القاهرة والجيزة ونقضي على الذئاب المنفردة اللي احنا كل شوية بنشوف بيعملوا عملية هنا او بيفجروا قنبلة او اتمنى طبعا ان شاء الله ربنا يوفقنا خلال الفترة اللي جاية ونقضي على الارهاب باذن الله. طيب يعني ما زال الحديث عن الشارع المصري، ننتقل مشاهدينا الى الصفحة التاسعة ونطالع العملاء يلعبون على اوجاع البسطاء والشعب يرفض التحريض. البسطاء يصرحون ويقولون نعيش حالة من الاستقرار الأمني وننتظر التحسن الاقتصادي، العمل والإنتاج شعار الشعب في المرحلة
القادمة. يعني كيف تقرأ الرسائل التي نستطيع أن نستخرجها أو نستنبطها من خلال هذا العنوان: العملاء يلعبون على أوجاع البسطاء والشعب يرفض التحريض؟ هما بيلعبوا على أوجاع البسطاء من ناحية ما فيش جديد، الرئيس السيسي جه مسك السلطة لا. عمل إيه؟ أنتوا مستواك الاقتصاد زي ما هو، بيقولوا بيوجهوا رسائل، طبعا رسائل تحريضيه لشباب الثوره والناس اللي شاركوا في 25 يناير، حتى كلمه ثوره مستقطرين عليكم ده سموها مؤامره. بس اعتقد زي ما ذكرت من شويه ان خطاب الرئيس اعتقد انهى الكلام ده كله، الكلام الخطاب التحريضي للجماعات الارهابيه حتى ومن واللي بيصير على منوالهم. بتكلم هنا عن الاخوان المسلمين، يعني مصر كلها النهارده خرج فيها مظاهرات عظيمه جدا للاخوان، عددهم لا يتجاوز 200 على مستوى مصر، هو ده حجمهم. هم خرجوا يتكلموا النهارده ويرفعوا في ذكرى 25 يناير بيتكلموا عن الشرعيه، بيلعبوا على احلام البسطاء. ولكن لما تشوفي النهارده مظاهرات الاخوان في كل محافظات مصر، لو جمعتيهم على بعضهم مش هتلاقيهم 200 واحد تقريبا، يعني هو ده مقدارهم. فهو ده البسطاء اللي كانوا بيلعبوا عليهم زمان. ولكن احنا عندنا اعتقد مسيره اقتصاديه بدات من قناه السويس والمؤتمر الاقتصادي، اعتقد بدانا نشوف ان في يعني في امل اقتصادي. بالنسبه للسياسه اعتقد ان احنا عندنا سياسه خارجيه متزنه، وانا شايفها ان هي بقت اكثر احتراما. بالنسبه للشعب اعتقد الرئيس ان هو قال 25 يناير ثوره، دي خلاص رضيت ناس كتير جدا كانوا غضبانين من تحريض البعض على 25 يناير او وصفها بالمؤامره. فانا اعتقد ان الخطاب الرئيس كان صيغه بعنايه وبمهاره فائقه. يعني طب يعني تحديدا في هذه المرحله التي تمر بها مصر، برايك ماذا يريد البسطاء في هذا التوقيت؟ البسطاء عايزين حد يحلم لهم ويقول لهم بكره هيبقى احسن. البسطاء عاوزين حد يقول لهم ان كيلو اللحمه مش هيزيد عن 50 جنيه والرغيف هيفضل زي المدعم بخمس قروش. البسطاء عاوزين انبوبه الغاز تفضل ب 10 جنيه و 15 جنيه وما تزيدش عن كده. البسطاء عاوزين ابنهم اللي بيتخرج يشتغل. البسطاء عايزين لما يعيا شويه ويروح يتعالج. البسطاء عايز لما يخش مستشفى عام ما يقولوش هات الشاش والابره وتعالى واحنا نعالجك، او انت ادفع 1000 جنيه قبل ما تخش المستشفى. لو البلد نجحت اقتصاديا اعتقد ان هي هتقدر تنهي كل مشكلات البسطاء دي كلها. فاحنا مش هندي فرصه لبعض الافكار، اصحاب الافكار المتطرفه ان هم يلعبوا على الناس. لو فاتحين بعض العيادات الطبيه هنا وبيعالجوا البسطاء فبيستقطبوه فكريا، فاتحين لهم بعض الاعمال البسيطه اللي هم يشتغلوا فيها وياخدوا بعض المرتبات فبيستقطبوهم فكريا، هو لا ده بيعالجوا وده بيشغلوا فاكيد هيمشوا وراهم. طيب سؤالي الاخير لك في هذا الخبر، يعني تحديدا كيف ترى وتقيم خطوات الحكومه في رسم هذه الأحلام، أحلام البسطاء على أرض الواقع؟ والله بصي الأداء الحكومي أنا مش معجب بيه قوي. أنا شايف إن الحكومة للأسف الشديد ما عندهاش خطة، بس ممكن نكون ظالمينها لأنها بقى لها 4 شهور وحكومة جاية قبل البرلمان ويا ترى هتقعد ولا مش هتقعد. بس حتى لو حكومة 4 شهور أنا عايز أقول لك المفروض يكون عندنا جزء في برنامج الحكومة خاص بالأمن القومي. يعني مثلا الصحة مش محتاجة إن أنا خلال 5 سنين جبت 7 وزراء صحة كل وزير جاي باستراتيجية ونغيرها. التعليم كذلك المفروض على الدولة أو رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندنا بعض الوزارات اللي تهم فيها مشاكل قومية بجد، دي تبقى الخطة بتاعتها خطة قومية. وزير جه وزير قعد اوكي ممكن يضيف عليها رتوش بس ما يغيرش فيها. استراتيجية موضوع استراتيجية خاصة بالتعليم، خاصة بالصحة، خاصة مثلا وزارة التخطيط اللي هو شكل التخطيط الإداري للدولة والموظفين. أما كل شوية يجي لنا وزير صحة يقول لا أنا هخصخص المستشفيات ويقعد سنة ويمشي ويجي اللي بعديه يقول لك لا أنا هدعم المستشفيات، كل واحد جاي بخطة. كذلك التعليم، تخيل مثلا إن إحنا مثلا خلال ال4 سنين دول غيرنا استراتيجية التعليم حوالي 5 مرات وكل وزير يجي يعمل قانون على هواه. طب مين الصح فيهم؟ يعني المفروض يكون عندنا الخطط واضحة بالنسبة للصحة وبالنسبة للتعليم بالنسبة للكلام ده كله. أنا شايف برضو أن الكلام عن محدود الدخل كتير ولكن الفعل مش قليل. أنا ما انكرش أن في بعض الخطوات حصلت، يعني توفير بعض المساكن البسطاء ومحدود الدخل، بنتكلم على توفير، ما بقاش في أزمة خبز زي الأول. بس أنا مش عاوز ده يكون استثناء، أنا عايز دي تبقى القاعدة إن الدولة فعلا تكون راعية فعلا لمحدود الدخل. الرئيس السيسي بيتكلم كتير عن محدود الدخل ولكن للأسف الشديد أنا شايف إن الحكومة لسه ما وصلتش بشكل كافي بشكل مرضي إن هي ترعى فعلا محدود الدخل. محدود الدخل اللي يقدر يعيش بشكل معقول، أنا مش عاوزه يبقى مرفه قوي، يتعالج
بشكل كويس، نحترم قديميته في كل شيء، ولما ابنه يخلص يعلمه ويقعد يصرف عليه 20 سنة. يعني بتحتاج إلى رؤية بعض الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع التي من الممكن أن تساهم في تغيير حال المواطن المصري بشكل ما. طيب يعني بالضبط كده، رؤية واضحة، رؤية مستقبلية واضحة. نعم. طيب يعني ننتقل مشاهدينا إلى الصفحة الرابعة، نطالع خبرا آخر تحت عنوان الإصلاح والتنمية يقترح تقليص صلاحيات رئيس البرلمان لصالح رؤساء اللجان في لائحة المجلس. يعني بشكل مختصر نريد منك أن توضح لنا هذه أو هوية هذه الاقتراحات الجديدة، وبرأيك هل ستساهم وتعزز من آليات الديمقراطية داخل مجلس النواب؟ هو طبعا الأمانة العامة لمجلس النواب وبتواصل دلوقتي الاستماع لآراء الأحزاب والقوى السياسية وحتى الأعضاء العاديين واللي تلقت اقتراحاتهم الخاصة ب اللائحة الداخلية للمجلس. اللائحة اللي طبعا القديمة هتتغير، فيكون عندنا لائحة جديدة. تم التأكيد ان اللائحة يعني القديمة خلاص انتهت، وهيكون في لائحة جديدة كاملة، ولن يلتفت لأي لائحة تقدمها الحكومة. نعم. يعني حسب ما تم التأكيد من رئيس اللجنة على كده، أنه هيستمع لكل القوى السياسية الموجودة في البرلمان، هيشوف اطروحاتهم، هيشوف هم عايزين يغيروا ايه. في بعض الأحزاب اقترحوا زيادة بعض اللجان او فصل بعض اللجان عن بعضها. اما بالنسبة للمشروع اللي قدمه حزب الإصلاح والتنمية لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، فهو اقترح بتقليص صلاحيات رئيس المجلس، زيادة أعداد اللجان النوعية في المجلس، وأن يكون يعني عايز أقولك الرؤية بتاعت حزب الإصلاح والتنمية شوية أن يكون دور رئيس المجلس مجرد يعني في الاخر اقول لك استشاري، او هو يعني ما عندوش قرار. طب هل هذا برايك سوف يساهم في تعزيز اليات الديمقراطيه داخل المجلس؟ والله مش بشكل كامل. يعني لما شفت الاقتراحات اللي قدمها الرؤساء الاحزاب والقوى السياسيه في المجلس، يعني اوكي فيها حاجات كويسه، في مثلا فصل اللجان، بعض اللجان اللي ما بتتوامش مع بعضها فصل بعض اللجان، ولكن يعني تعزيز اليات الديمقراطيه دي ما اعتقدش ان هي بس بفصل اللجان والكلام ده كله وتقليص سلطات رئيس المجلس. خلي بالك احنا يعني قدام برلمان منتخب، ولكن احنا هنعززه مع مين؟ يعني انا شايف ان يكون الافضل من وجهة نظر الشخصية ان رئيس المجلس يفضل معاه بعض السلطات لعمل بعض الاتزان في مجلس النواب، اتزان مطلوب يعني لا يخل باي اليات من اليات الديمقراطية. يعني من وجهة نظر الشخصية هل هذا الاقتراح سينزع كل صلاحيات رئيس المجلس؟ هو مش نزع، هو تقليص. يعني هو هيكون الكلمة الأولى والأخيرة للجان ورؤساء اللجان. ما نقدرش نقول يعني هيكون دورها مشي، لا هو تقليص، مجرد الاقتراح اللي قدمه الحزب هو مجرد تقليص صلاحيات رئيس المجلس. إلى أي مدى ده هيتم؟ أنا أعتقد أن هو الاقتراح ده مش هيقابل بالقبول في المجلس، يعني أنا أعتقد أنه هيكون مجرد اقتراح فقط يعني. نعم. طيب أيضا مشاهدينا نعود إلى الصفحة الثانية مرة أخرى، نطالع تصريح من مجلس الوزراء تحت عنوان مشروع قومي لبناء المدارس بشراكة مع القطاع الخاص. يعني من فضلك تفاصيل هذا المشروع القومي وأهدافه. هو ده كان اجتماع بين وزير التعليم موجود في مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، كان حضره طبعا دكتور المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ووزير التعليم ورئيس البنك المركزي. اتكلم وزير التعليم، عرض اقتراح انا شايف ان هو اقتراح الى حد ما كويس. نعم. عن مشاركة القطاع الخاص في بناء مدارس. تمام. لان احنا عندنا مشكلتين، مشكله في كثافه الفصول وقله عدد المدارس. احنا بنتكلم على تقريبا المطلوب فورا لتخفيف او العبء وكثافه الفصول فورا بناء 53 الف فصل دراسي لتخفيف كثافه الفصول، اللي الوزير اعترف بنفسه ان كثافه بعض الفصول في بعض المدارس من 100 طالب ل 120 طالب. طبعا دي مشكله كبيره جدا لما يكون عندنا فصل دراسي فيه 100 طالب، ده مشكله تعليميه، سيؤثر مشكلة صحية. نعم. سيؤثر على العملية التعليمية بالطبع. الوزير قال لو انتوا عايزين نخفف كثافة الفصول فاحنا محتاجين فورا ان احنا نبني 53 الف فصل. طيب تقريبا الموازنة ما فيش فيها يعني التعليم بيلتهم جزء كبير جدا التعليم والصحة من موازنة الدولة، ولكن الموازنة برضو ما تتحملش كل هذا الضغط ان احنا هنبني كل كمية المدارس ده. فالوزير اقترح على رئيس الوزراء مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والمرحلة الأولى هتعتمد على إتاحة 2023 قطعة أرض موزعة في المحافظات. يعني ضمن الخطة اللي وزير التعليم قدمها لرئيس الوزراء وعرضها عليه، ورئيس الوزراء
بداية أو من حيث المبدأ وافق، قال والله الزكاه هتحل مشكلة التعليم فدي حاجة كويسة. فهو المفروض أن هو طلب تخصيص 2023 قطعة أرض في المحافظات على موزعة على كل المحافظات، فرئيس الوزراء هيعرض ده إن شاء الله في اجتماع المحافظين اللي جاي، بنتكلم مثلا خلال 10 أيام، وأنه هيطالب المحافظين بتخصيص فعلا تلك الأراضي لمساعدة وزارة التعليم ويتم إنشاء تلك المدارس. أنا شايف أن لو ده تم فعلا والقطاع الخاص دخل وساهم في بناء المدارس، يبقى احنا كده أولا وفرنا من الميزانية العامة للدولة، مش هنحمل ميزانية بناء فصول جديدة ومدارس جديدة، بالإضافة ان احنا خفينا قصة كثافة الفصول. طب يعني على الجانب الآخر ماذا عن المصاريف الدراسية لتلك المدارس؟ هل ستظل بقيمة عينية او بقيم بسيطة للفقراء يستطيعون ان يدخلوا اولادهم هذه المدارس الجديدة، ام بدخول هذه الشراكة من جانب القطاع الخاص في بناء المدارس مع الحكومة سوف ترتفع المصاريف الدراسية وبالتالي ما سيزيد الأعباء على المواطن المصري البسيط؟ هو النقطة دي تحديدا الوزير ما عرضش هل المصاريف الدراسية يعني هتفضل زي ما هي زي المصاريف الحكومية ولا، بس انا اعتقد ان الحكومة هيكون ليها قرار ويد في ده، يعني هي مش هتسمح احنا انتوا بتبنوا لنا مدارس حكومية وبعدين هتعملونا نفس معاملة المصاريف المدارس الخاصة. خليني اقول لك بس في هو شاسع، يعني لما تيجي مثلا تشوفي التلميذ مثلا في ابتدائي في مدرسة حكومية اعتقد مثلا بيدفع حوالي 100 جنيه مصاريف في السنة ولا حاجة، اعتقد في المدارس الخاصة بيدفع له مثلا تكلم في 15,000 20,000 ففيها. وحتى طب لو عملوا مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص وخلوا مثلا مصاريف 200 جنيه في السنة انا اعتقد هيبقى كويس برضو، مش هيكون في عبء على الناس ومش هيكون برضو في عبء على الحكومة فيها. ولكن المنظومة التعليمية مش هتكتمل بس ببناء المدارس، خلينا لو كلمنا عن نقطة إيجابية ففي نقط سلبية كتير في موضوع التعليم. المنظومة التعليمية محتاجة هيكلة، إعادة هيكلة ابتداء من إعداد وتأهيل المعلم مرورا بالمناهج والكتب الدراسية اللي مليانة حشو وي والكلام ده كله، إلى جانب رقم واحد طبعا قبل الاثنين دول وجود استراتيجية واضحة للتعليم في مصر. قبل ما أهتم ببناء مدارس أنا أهتم الأول بإعداد المعلم اللي هيعلم الطلاب الكلام ده، واهتم بمنهج صالح فعلا للتعليم في 2016. يعني الحرص على جودة التعليم أو تطوير جودة التعليم. طيب يعني نطلع أيضا مشاهدينا من الصفحة الثانية خبر آخر تحت عنوان تعاون مصري روسي في إنشاء صوامع ومطاحن لتخزين الأقماح والسلع الغذائية، التموين بحث زيادة ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية في مؤتمر شرم الشيخ. يعني هل لك أن تطلعنا على التفاصيل أو التفاصيل الأبرز التي شملها هذا الخبر؟ هو ده كان النهاردة المفروض الدكتور خالد حنفي وزير التموين قابل رئيس الاتحاد التجاري الروسي، طبعا في إطار التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات المصرية الروسية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. قعدوا مع بعض النهاردة، الوفد الروسي كان عنده اقتراح لطيف جدا ان احنا قال احنا محتاجين نعمل مع مصر تحالف استراتيجي وشراكة استثمارية في مجال إقامة الصوامع والمطاحن لتخزين الأقماح والحبوب والخدمات اللوجستية. بنتكلم على المركز اللوجستي المفروض مقرر إقامته في دمياط. وزير التموين رحب بتلك الشراكة، شايف ان هي تبقى فيها استفادة متبادلة بين مصر وروسيا، والوزير لفت نظره وقال احنا ممكن نكون مركز لوجستي مهم، يعني احنا عندنا قناة السويس اللي بيعبر فيها 25% من تجارة الحيوانات حول العالم، ان احنا كمان ممكن نكون يعني مصر بيمر من خلالها سلع لما يقرب من 1,600,000,000 مستهلك، يعني عبر قناة السويس بنتكلم على 25% من استحواذها على تجارة الحيوانات حول العالم. الوزير المهندس خالد حنفي رحب بالاقتراح الروسي وان هم اتفقوا ان شاء الله ان وزير الاستثمار الروسي جاي مصر ان شاء الله في شرم الشيخ خلال ايام هيناقشوا العرض ده، وان هم اتفقوا ان البايلاين الكبير متفق عليه ان احنا مصر وروسيا متفقين على تعزيز التعاون الاقتصادي، متفقين على تعزيز التعاون التجاري، على تبادل، يعني بنتكلم على لما يعملوا هنا صوامع غلال والكلام ده كله كذلك هيخشوا فيه المشروع اللي هو الصوامع والغلال المفروض هيقام في دمياط، فأنا شايف ان هو مشروع طموح جدا. وقال الأول ان احنا
نعزز ما يكونش بس التعاون بيننا وبين روسيا عسكري او سياسي بس، لا محتاجين اقتصادي، محتاجين استثماري، محتاجين تجاري. اعتقد ده هيرتقي ويرتفع بالعلاقات يعني. وسيؤثر بالطبع على الحاله الاقتصاديه في مصر بشكل عام. طيب يعني ايضا مشاهدينا الخبر الاخير معنا من الصفحه الثانيه، الخدمات الصحيه لن نوافق على التامين الصحي قبل اجراء حوار مجتمعي. طيب يعني تفاصيل هذا الخبر ايضا من فضلك. والله بصي التامين الصحي عارفه يعني مدي شويه على الخدمه المدنيه. يعني الحكومه راحت اتسرعت في قانون الخدمه المدنيه وقدمته ونال اعتراضات كتير وفي الاخر جه اترفض في البرلمان. تامين الصحه اعتقد انه هياخد نفس المنحه. يعني وجه بعض اعضاء مجلس النواب انتقادات للحكومه، طب انتوا بتجيبوا قوانين غير مدروسه ما حصلش عليها حوار مجتمعي وبعدين بتستعجلوا تقدموها للبرلمان، وبعد ما تقدموها للبرلمان يجي نرفضها يقابل بالرفض من الشارع بالضبط كده. فحتى كان في مطالب التأمين الصحي حواليه جدل كبير جدا. انا كنت قابلت وزير الصحه دكتور احمد عماد دي من 5 ايام، قلت له يعني القانون ده الناس محتاجه تفهم كويس ولا مش كويس. قال هيعمل طفره عظيمه جدا وهيعمل نقله وثوره صحيه في مصر وي وي والكلام ده كله. تروحي تقعدي مع المسؤولين في نقاط الاطباء يقول لك اسوأ قانون هيتعمل وهيدهور صحه المصريين وهيبقى فيه خصخصه مش عارف ليه وايه، فانت ما انتش عارفه. فهو دلوقتي المفروض في ازمه في قانون التامين الصحي، انا اعتقد لو طرح بشكله الحالي هيجي عليه رفض برضه وهيكون تاني القانون يرفض للحكومه بعد الخدمه المدنيه. انا شايف ان تعديلات نقابه الاطباء كانت يجب ان تؤخذ في الاعتبار، مع الرغم ان الوزير اكد لي ان كل النقابات احنا بيقول احنا بعتنا لكل نقابات مصر كله وكله رد علينا بملاحظاته وخدنا كل الملاحظات الا نقابه الاطباء لم تقدم اي مقترحات. تروحي تسالي نقابه الاطباء تقول لك لا ده احنا بعتنا لهم 5 مقترحات بتعديلات ولكن وزاره الصحه لم تلتفت. ده غير في ازمه تانية خالص بين وزاره الصحه والماليه، مين اللي هيتحمل تكاليف المشروع للتامين الصحي يعني؟ طب هل لك ان تعطينا بعض النقاط سريعا، سلبيات وايجابيات، ايجابيات هذا القانون، قانون التامين الصحي بالنسبه للمواطن المصري كمريض وبالنسبه للاطباء او حتى بالنسبه للنفقات او ما سيسببه من عجز في ميزانيه الدوله؟ بصي القانون في مزايا وفي عيوب من وجهه نظري الشخصيه. اولا القانون لا ينشا على قاعده صلبه صحيه. نعم. القانون هنجيب قانون هنطبقه، احنا عندنا الخدمات الصحيه في مصر متهالكه. عندنا باعتراف وزير الصحه ان احنا للاسف ما كانش عندنا تدريب اطباء، ففي مشاكل في قصه تدريب الاطباء. لسه وزاره الصحه عامله مفروض قصه تدريب الاطباء دي من 10 ايام بس وقاعه بروتوكول في مجلس الوزراء، فاحنا لسه هندرب اطباء. يعني احنا هنعمل قانون على قاعده صحيه متهالكه يعني عانت الامرين. من ناحيه اللي هيبقى فيه ارتفاع في فاتوره العلاج والكلام ده كله للاسف الشديد، ما انت هتعمل بتتكلم وزير الصحه بيتكلم على ثوره صحيه في مصر والكلام ده كله. طيب بس هو في سؤال لوزير الصحه، هل المستشفيات الحكوميه مؤهله لتطبيق قانون التامين الصحي؟ طب يا معالي الوزير انت عندك كام مستشفى حكومي مؤهل؟ طب برضه يا معالي الوزير احنا كلنا بنخش احيانا يعني المستشفيات الحكومية، هل المستشفيات دي هيصلح فيها تطبيق قانون التأمين الصحي؟ طب ما الذي يدفعه الفقراء ومحدود الدخل إذا اعترفنا أن معظم الشعب المصري فيه فقراء كتير أو معظم الشعب من محدود الدخل؟ لو رحت مثلا مستشفى إمبابة العام ويوي هتعرف أن الشعب ده معظمه غلابة يعني. الناس دي هتتحمل إزاي التكلفة دي ومنين؟ ولا الدولة هي اللي هتتحمل؟ طب الدولة هتتحمل منين؟ إذن علامات استفهام كثيرة مطروحة أمام هذا القانون. لا قانون التأمين الصحي ستجيب عنها الأيام القادمة. وفي كله علامات استفهام وللأسف لم نجد من يجيب عنها حتى هذه اللحظة. شكرا لك، نحن في انتظار الإجابة. الأستاذ هاني النحاس الكاتب الصحفي بجريدة روزا يوسف، شكرا لك على هذه الاستفاضة في التحليل والعرض لما ورد معنا من أخبار اليوم. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة وأينما كنتم في أمان الله.